زلزال يهز حزب الله، نصر الله قد قتل ومعه كل قيادات الصف الأول، الضاحية الجنوبية تحت النار، وإيران تبدو أنها قد قبضت الثمن، وإسرائيل تقول لم ننتهي بعد، الحرب الآن انطلقت يا خامنئي، فماذا أنت فاعل بعد أن قتل حليفك الأول؟ لبنان أمام مفترق طرق، فالحرب مع حزب الله وهو الساحة المعتادة، فما الذي ينتظر اللبنانيين بعد اغتيال نصر الله؟ شهدت الأيام الماضية تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في لبنان، حيث قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ هجمات مكثفة ضربت معاقل حزب الله، وكان أخطرها على الإطلاق قصف مقر قيادة الحزب في الضاحية الجنوبية، لتقول إسرائيل أنها اغتالت الأمين العام للحزب حسن نصر الله. فهل نحن أمام مرحلة جديدة من التصعيد في المنطقة؟ وما هي تداعيات هذه الهجمات على مستقبل الصراع بين حزب الله وإسرائيل؟ وهل نحن بصدد مواجهة شاملة قد تطال لبنان والمنطقة ككل؟ البداية من الهجوم الذي غير المعادلة كلها. ففي يوم الجمعة 27 من سبتمبر عام 2024 أعلن الجيش الإسرائيلي عن آخر هجماته المكثفة على لبنان بتنفيذ ضربة نوعية استهدفت مقر قيادة حزب الله، معلنا بعدها بساعات اغتيال الأمين العام حسن نصر الله برفقة عدد من القيادات المهمة داخل الحزب. هذا الهجوم أتى ضمن سلسلة عمليات إسرائيلية مكثفة استهدفت قادة الحزب، من ضمنهم فؤاد شكر الذي يعد من أبرز القادة العسكريين، وكذلك إبراهيم عقيل الذي كان يشغل منصب رئيس العمليات. ومع تدمير بنية الحزب القيادية تواجه قيادة حزب الله فراغا غير مسبوق، وهو أمر قد يؤثر على هيكلية التنظيم وقدرته على الرد أو تنفيذ عمليات في المستقبل. من جانب آخر، فإن هذه الضربات جاءت ضمن سياسة إسرائيلية جديدة للتعامل مع الحزب، تتضمن إضعاف هيكلية الحزب وتفكيك قدراته القتالية. ولكن لماذا تلجأ إسرائيل إلى مثل هذه الهجمات؟ ولماذا تستهدف قيادة الحزب بشكل مباشر؟ إسرائيل كانت قد عبرت مرارا عن مخاوفها الشديدة من هجوم مفاجئ قد تشنه قوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله، والتي تمثل نخبة مقاتلي الحزب، خاصة بعد عملية طوفان الأقصى التي جعلت إسرائيل تتأهب على طول الحدود الشمالية مع لبنان، إذ تم نشر 3 فرق عسكرية في الشمال تحسبا لأي تصعيد، وتم أيضا إجلاء حوالي 60,000 إسرائيلي يعيشون على بعد 3 أميال من الحدود وتحويلهم إلى عبء اقتصادي على الدولة. وقرار إجلاء السكان بهذا الشكل يعكس مدى الخشية الإسرائيلية من اندلاع صراع واسع مع ميليشيا حزب الله، خاصة وأن الحزب يمتلك ترسانة ضخمة من الصواريخ التي يمكن أن تطال مناطق واسعة داخل إسرائيل. وفي ضوء هذا التصعيد اتخذت إسرائيل في سبتمبر 2024 قرارا بتغيير قواعد اللعبة بالكامل، فقد بدأت في نقل المعركة بشكل مباشر إلى الجبهة اللبنانية بعد سنوات من التحضير والاستعداد، واستمرت في توجيه ضربات قوية لحزب الله، أبرزها كان استهداف قياداته في الضاحية الجنوبية. يعتقد بعض المحللين أن هذه الضربات تمهد لتحولات درامية قد تغير معادلات القوة في لبنان والمنطقة، وتجبر حزب الله على القبول بشروط جديدة لوقف إطلاق النار، خصوصا أن إسرائيل وبعد اغتيال نصر الله لم تكتفي بذلك، وقالت أن قوة ميليشيا حزب الله لم تنتهي بعد. إذن ما الذي ينتظر لبنان والمنطقة بعد هذه التطورات؟ التقارير والدراسات الإسرائيلية تشير إلى عدة سيناريوهات محتملة. السيناريو الأول يتحدث عن تنفيذ مناورة برية في جنوب لبنان لتدمير قدرات حزب الله العسكرية، حيث ترى إسرائيل أن الغارات الجوية وحدها قد لا تكون كافية لتحجيم قدرات الحزب، لذلك فإن هذه المناورة قد تتضمن تقدم قوات برية إلى جنوب نهر الليطاني وتدمير المنصات الصاروخية ومواقع قوة الرضوان التي تعد نخبة القوات التابعة لحزب الله. أما السيناريو الثاني فهو أكثر جرأة، ويقترح الوصول إلى بيروت بهدف كسر هيمنة حزب الله تماما وتفكيك ما يعرف بمحور المقاومة الذي تقوده إيران، وهذا السيناريو قد يمهد لمواجهة أكبر مع إيران تتعلق ليس فقط بالصراع في لبنان، ولكن أيضا بملف إيران النووي ونفوذها في المنطقة. ولكن رغم هذه الخطط العسكرية لا يمكن إغفال حقيقة،
أن الاستراتيجية الإسرائيلية التي عرفت باسم المعركة بين الحروب لم تحقق أهدافها المرجوة بالكامل، فإسرائيل وعلى مدى سنوات حاولت إضعاف حزب الله من خلال ضرب شحنات الأسلحة المرسلة له من إيران واستهداف مخازنه ومنصات الصواريخ، ومع ذلك لا يزال الحزب يتمتع بترسانة صاروخية ضخمة، وتستمر عملياته اليومية ضد المستوطنات الحدودية الإسرائيلية، فقد زادت ترسانة الحزب من الصواريخ المتنوعة لتصل إلى أكثر من 150 ألف صاروخ قادرة على الوصول إلى عمق الأراضي الإسرائيلية وتطوير قدراتها النوعية من خلال مشروع الصواريخ الدقيقة. من هنا تتصاعد المخاوف من تحول الأمور إلى مواجهة شاملة على الجبهة اللبنانية، ولعل أكثر ما يقلق إسرائيل هو احتمال نشوب حرب متعددة الجبهات تشمل ليس فقط لبنان ولكن أيضا سوريا والعراق وإيران، إلى جانب جبهة غزة المشتعلة مع الفصائل الفلسطينية منذ ما يقارب العام. هذه المخاوف كانت جزءا من دراسة معمقة أجراها معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي، التي أشارت إلى أن اندلاع حرب متزامنة متعددة الجبهات من شأنها أن يشكل تهديدا غير مسبوق على الأمن الإسرائيلي. ولكن حتى إذا قررت إسرائيل التحرك نحو السيناريو الأول، أي تنفيذ مناورة برية محدودة في جنوب لبنان، فإن هذا لا يعني أنها ستصل إلى نصر سريع، فحزب الله يتمتع بخبرة قتالية كبيرة وقدراته العسكرية تتنوع ما بين الصواريخ قصيرة وبعيدة المدى وقوات النخبة المجهزة لتنفيذ عمليات هجومية خلف خطوط العدو. لذا فإن أي هجوم بري إسرائيلي في لبنان قد يتطور بسرعة إلى حرب استنزاف قد تمتد لأشهر أو حتى سنوات وتستنزف الجيش الإسرائيلي اقتصاديا وبشريا. أما السيناريو الثاني وهو التحرك نحو بيروت فيعد أكثر تعقيدا، فقد جادل عدد من المحللين العسكريين الإسرائيليين بأنه إذا لم يتم تقويض قدرات الميليشيا بالكامل فإنه سيعيد بناء نفسه مرة أخرى بدعم من إيران، وبالتالي فإن هذا السيناريو يحمل في طياته مخاطر اندلاع حرب إقليمية واسعة وطويلة الأمد تتطلب عمليات عسكرية ضد الجماعات الداعمة لحزب الله في العراق وسوريا وربما حتى اليمن. وإذا وصلنا إلى هذا السيناريو فإن الهدف الرئيسي سيكون تفكيك ما يعرف بمحور المقاومة الذي شكلته إيران وإعادة تغيير معادلات القوة في الشرق الأوسط، وهو ما سيقود في نهاية لصدام مباشر مع طهران بهدف تدمير مشروعها النووي ومنعها من إعادة بناء القدرات العسكرية لحلفائها. إضافة إلى ذلك فإن استهداف إيران سيعني تغيير وجه المنطقة بأكملها، حيث تهدف إسرائيل إلى تفكيك القدرات العسكرية لحزب الله وتقويض نفوذ إيران في المنطقة. وهنا يبرز سؤال مهم، هل ستتحمل إسرائيل كلفة هذا التصعيد؟ بمعنى آخر، هل تستطيع إسرائيل أن تواجه حربا طويلة وممتدة في لبنان وربما في سوريا وإيران؟ الجواب ليس بسيطا، خاصة وأن إسرائيل رغم قواتها العسكرية ليست مجهزة اقتصاديا وبشريا لحرب طويلة الأمد، لذلك فإن هذه الخيارات قد تكون مغامرة محفوفة بالمخاطر. قد يكون ما يحدث اليوم في لبنان ليس مجرد صراع عابر بل جزء من مرحلة جديدة من التحولات في الشرق الأوسط، فإسرائيل ترى في حزب الله تهديدا استراتيجيا وتسعى لتفكيك قدراته بأي ثمن. ولكن هل نحن على أعتاب حرب شاملة في المنطقة؟ أم أن الحسابات السياسية والضغوط الدولية قد تحول دون ذلك؟